كمل صحتك السبت الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت على يوتيوب راديو تموز. معي أنا الأخصائية النفسية جورجات مغبغب. اعملوا سبسكرايب وانطروني. مرحبا، معكم جورجات مغبغب أخصائية بعلم النفس. اليوم بدنا نحكي عن العلاقات العاطفية وشو هن المعايير اللي بيخلوا العلاقة تنجح. بالبداية خلينا نحكي عن فرق العمر. نعمل ستاتيستيك وتبين انه العمر الفرق العمر المثالي بين البنت والشاب لازم يكون ماكسيموم 10 سنين، يعني الشاب لازم يكون ماكسيموم اكبر من البنت ب10 سنين. ليه بنحكي عن فرق العمر؟ لانه البنت بتبقى ناضجة اكتر من الشاب بسنتين تقريبا. كمان عمل ستاتيستيك وتبين انه ناضجي اكتر من الشاب بسنتين مونتالمون وفيزيكمون كمان، لانه البيبرتي بتجي عندها ابكر، لانه الراجل بتجي ابكر وبتغير جسمه وشكله وبصير قريب لجسم مرة. اما عند الشاب فالبيبرتي بتجي على 12-13 بس يبلش يغير صوته ويطلع شعر مستاش وبارب اكسترا، بيكون فات بالبيبرتي بس عطول من بعد البنت. هلأ خلينا نحكي عن رولاسيون بين اثنين كوبل معرفين على بعض من جديد. اول ما يتعرفوا على بعض بيكونوا كل واحد منهم عم بيفرش الايتيال اللي عنده، كأنه لابسين ماسك، كل واحد منهم لابس ماسك عم بيفرج الوجه الحلو، لانه التاني يرغب فيه بده يفرج كل شيء حلو عنده. مشان هيك ضروري يظهروا مع بعض، يتعرفوا على بعض اكتر، ينحطوا بمواقف، لانه بالمواقف الصعبة بيبين كل واحد بيشلح اللي ماسك اللي لابسه وبيبين على حقيقته. مشان هيك ضروري نعرف مش بس الكاليتي اللي عند الغير، ضروري نعرف كمان الديفو اللي عند غيرنا، لانه نحنا ما فينا نغير حدا بده يحط الكوبل براسه انه انا ما جاي اغير الشخص المقابلي، انا فيني استوعبه او لا، فيني اتعايش معه كمل حياتي معه او لا. تناخد الديسيزيون منكمل ومنفوت بمشروع الزواج او لا منا هيني، بدها وقت، لانه مثل ما قلنا بيكونوا مثل كانوا حاطين ماسك، كل واحد عم يفرج الايديال، بدهم يظهروا مع بعض فتره، يتعرفوا على بعض فتره كبيره كمان، وينحطوا بسيتوياسيون صعبه بيتبين كاركتر كل واحد كيف موقفه بسيتوياسيون صعبه. كمان نفوت على الاهل، عبيت الاهل، نتعرف على اهل كل شخص من الكوبل، لانه اجمالا معامله الاب للأم بقلب البيت مهم كتير. بس نشوف كيف البي عم بيعامل الأم والأم كيف عم تعامل البي وكيف العلاقة بيناتهم، بنقدر نعرف هالشخص اللي مقابلنا كيف ممكن تكون شخصيته وكاركتره، لأنه أكيد هو بده يكون متأثر من جو بيته. تنوضح أكتر، مثلا إذا فاتت البنت على بيت أهله للشاب واكتشفت أنه مثلا البي كتير ديكتاتور مع مرته، مشيها على رجلمان معينة بقلب البيت، مثلا بار اكزامبل الساعة 12 الظهر بده يكون الغدا جاهز، البيت بده يضل نظيف، ما بعرف رجلمان معينة، وممنوع تظهر إلا بإذنه. تاخد ساعتها فكرة عن الشاب، لأنه في احتمال كبير أنه ابنه يكون مثله، عامل ردة فعل أنه عامل ايدنتيفيكاسيون على الاجريسور، عامل ايدنتيفيكاسيون على بيه يكون مثله، في احتمال يكون عامل ردة فعل عكسية يكون يكره هيدا الشيء. فبس بتكون أخذت فكرة، مع الوقت تكتشفوا أكتر. في احتمال كتير كبير أنه تكون الأم كمان أوتوريتار ومشي البيت عزوقة ومشي أولادة عزوقة والبي سومي ومتكل عليها. مشان هيك بقول ضروري الشاب والبنت يفوتوا يتعرفوا على أهالي بعض، لأنه بياخدوا فكرة كبيرة عن شخصية بعضهم. كمان بدي أحكي عن الأهل اللي عندهم علاقات إكسترا كونجوغال، يعني خارج نطاق الزواج، أو الأم عم بتخون جوزة أو البي عم يظهر عمرته. أكيد كمان الشاب رح يتأثر بهيدا الشيء، وفي احتمال كبير إذا كان بيه بخون أمه هو يخون مرته بعدين. مش بالضرورة يعني يكون هيك، مثل ما برجع بذكر بكل حلقة أنا بحكي عن رتين فعل عند الإنسان، أما بصير يعمل إيدنتيفيكاسيون، يعني بصير يعمل مثله وبيخون مرته، أو بصير يكره كلياً هيدا الشيء، بصير هم وباله أنه عائلته يحميها ويعطيها الحب والحنان وبيكره تصرفات بيه، يعمل ردة فعل عكسية. نفس الشيء بالنسبة للبنت كمان، إذا كانت أمها بتخون وبتظهر على جوزها هي يا بتصير تكره هيدا الشيء أو بتصير تلاقيه شيء نورمال، لأنه أمها كانت هيك، بتصير تلاقي هيدا الشيء نورمال وبتصير تعمل مثلها هي بعدين بعد الزواج. كمان بدي أقول أنه الشاب اللي بيشوف أمه عم
بتخون بيو في احتمال كتير كتير كبير انه بطل عنده ثقة بالمرأة او جنرال، بيصير يعتبر انه كل النسوان مثل بعض مثل امه، فبيصير عنده رغبة انه يأذي العنصر النسائي، يعني بيصير يحكي مع وحدة ويخونها ويظهر مع وحدة تانية بنفس الوقت، بيصير يخاف من فكرة الزواج. ونفس الشيء بالنسبة للبنت اللي بتشوف بيها عم بيخون امه، كمان بتصير عايشة بهيدا الخوف انه انا اتجوز شخص يطلع مثل بي، يخونني ويظهر علي وما يعيشني بامان. مشان هيك لما اثنين يحكوا مع بعض يعطوا بعضهم وقت يتعرفوا على بعض كتير منيح، يتعرفوا على اهل بعض، ياخدوا وقتهم وما يتسرعوا بقرار الزواج ابدا، لانه الزواج منه لعبة، الزواج هو مشروع كتير كبير فيه مسؤوليات، وخصوصي من بعد ما يصير فيه ولاد. ومثل ما بحكي بكل حلقة انه العقد النفسية بتتوارث من جيل لجيل، مشان هيك نكون كتير واعيين قبل ما ناخد هيدا القرار. ضروري ارجع عيد وذكر انه نحنا ما فينا نغير الشخص اللي مقابلنا، نحنا بدنا نكتشف شو الدفويات اللي عنده، نشوف اذا منقدر نتعايش معهم او لا، لانه نحنا ما فينا نغير حدا. ودايما تابعوني عبر راديو تموز الالكتروني. كمل صحتك كل سبت الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت على يوتيوب راديو تموز، معي أنا الأخصائية النفسية رجعت مغبغب. ملو سبسكرايب وانطروني.